بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، نصيحة في دقيقة. نصيحة اليوم حول مادة مهمة جدا أنبأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعن فوائدها، وهي الحبة السوداء أو حبة البركة. أنا سأنقل لكم الآن ما يقوله موقع ألماني شهير عن فوائد هذه المادة الغذائية المهمة جدا، والتي تستخدم اليوم في ألمانيا لعلاج العديد من الأمراض. أولا، تعتبر الحبة السوداء مضاد حيوي ممتاز جدا وطبيعي وآمن وفعال. ثانيا، الحبة السوداء فيها مانع تأكسد قوي، يعني فيها ما يسمى بالأوميغا 3 ومانعات التأكسد التي نعرفها المسؤولة عن إطالة عمر الخلايا. فيها مضادات للبكتيريا والجراثيم أيضا في الحبة السوداء، سبحان الله، يعني تقتل البكتيريا الضارة والجراثيم. مع العلم أن هذه المادة لا تؤثر على الخلايا الصحيحة بعكس الأدوية الكيميائية. فيها مضادات للربو والتحسس، وتحتوي الحبة السوداء على مضاد فطري قوي أيضا للفطور. وأخيرا، تعتبر الحبة السوداء من المواد الطبيعية المقوية لنظام المناعة في الجسم، فهي ترفع نظام المناعة وتحسن استجابة هذا النظام لمقاومة الفيروسات ولمقاومة مختلف الأمراض. سبحان الله، أتذكر معكم ونحن في رمضان الآن قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: في الحبة السوداء شفاء من كل داء. احرصوا على وجود هذه المادة على موائدكم في رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.